الجمعية تكون من 11 فارس، والهدف منها أنها تحيي التراث على مستوى دائرة الداموني وتسمى بشهيد طايف عبد القادر، وتكون إن شاء الله على هذه المنطقة تكون خير وتكون مبدأ فروسية إن شاء الله. نحيي هذا التراث على دائرة الدحموني، وهما مشكورين على هذا الشيء اللي رانا نقوم به. وهنا اليوم رانا نسيروا في الخيل ونقوم بتدريبها حتى تكون على طاعة، ويكون الحسن نتاعها سير، يكون إنسان تكون الفارس على أحسن ما يرى. بركة. العودة الأصيل هذا فيه امتيازات مليحة، وهي الامتيازات أنه ما دامك أنت تحبه وهو يحبك، ما دامك أنت تعطيله في حاجة أنت خير يسمع، يحس بمولاه إذا كان راكب عليه، ويحس مولاه إذا كان حذاه، يتعامل معك معاملة كإنسان. لبسة الكوستيم العربي اللي هذا هو يتكون من كلاح أو القنور كما يسموه بعض البلايص، والجيلية العربية، الفيستا، والسروال العربي، الخف وهو جورب نوع جلد مطرز بالفضة أو بخيوط الذهب، والعباءة العربية اللي هي يسموها تيسور، وهي من أجود أنواع الكتان. في السراج عندنا السرج العربي، السرج العربي هذا استعملوه الأولين في الحروب تاعهم، يعني هذا السرج يتكون من عدة أجزاء، اللي هي أولا عندنا الرأس. الراس هذا الراس وهو اللجام. اما بالنسبه لنوع اللجام عندنا لجام الفاس، ماشي تاع لونغليز ولا تاع، والراس يعني نضيفوا له للجمال، لاطفاء نبذه من الجمال للحصان اللي هي العرسه كما تلاحظون. هاي وين هذه هي العرسه. وعندنا قلاده، هذو يفتلوهم العجايز الكبارات اللي زعما نوع من البركه ونوع من الاضافه الى نوع من الجمال للحصان، تاتي اغلبيتها من الحرير. وعندنا صراعات، هذو صراعات، هذو المقود تاع الحصان. اول شيء باه نسرجوا العود مجذوب، الله يرحمه يقول احمداش مجذوب رحمه الله عليه يقول لا تسرج حتى تلجم، استدر الجم هو اللي يجي الاول،
من بعد نزيدوا الطرحه، هذه هي الطرحه لحمايه ظهر الحصان، تجي فيها من 7 الفايات حتى 9. وعندنا الثاني اللي هو العظم، العظم العربي مخدوم من لوح وشجرة الدفلة، يعني العود تاعها يجي قوي بزاف. وعندنا الحزام، الحزام يصنع من الجلد، راه البزيم تاعو يجي مليه. والحزام هو اللي يقبض العظم السرج في العود، هو اللي يقبض السرج في العود. وعندنا يفتلوه ثاني العزاج الكبار ثاني باه يزوق، يجي مزوق. وعندنا هذو الركبات عنق الحجل، هذو ركبات السبولة، فيهم أنواع ركبات غرابة، كاين اللي كل واحد كيف عنده طافية. العظم تاخذوه الأولين لهذا الشكل لسببين، السبب الأول لمساعدة الفارس في الحروب لمواجهة العدو، يساعده في الحروب. والسبب الثاني هو الشكل تاعو اللي فكر الفارس بالموت، يعني كي يركب الفارس يشوف شاهد قدامه وشاهد من وراه، يعني يتفكر باللي راح يجاهد في سبيل الله، الموت حق على كل واحد. هذا السبب اللي تاخذوا عليه لا فورم هذه تاع السرج. وعدنا الدير، هم يسمونه خطرات بالعثار. هذا الدير هذا يجي فيه سلك مجبود فضة، نوع من الجلد، ويجي مرصع بالفضة. عدنا الوسادة، ومن بعد نديروا السطارة، هذه هي السطارة ثاني، جلد يغطي العظم ويجي مصنوع من الجلد مرصع بخيوط فضة. احنا هنا في ناحية تيرث مختلفة على اللعب تاع المناطق الجهة الغربية، تلسان ومعسكر وغليزان مغنية والحدود الغربية، هما يلعبوا القلبة، ما يسمى لعب الكر والفر. وهذاك النظام تبناه الأمير عبد القادر في نمط الحرب تاعو. اما مدينة يرث فطريقة اللعب تاعها هي تغضاب او ما يسمى تمريد، وهي طريقة احتضنها الشيخ بو عمامة رحمة الله عليه، اي العلفة من بداية المشوار تجي سايرة، خلال سير العلفة او ما تسمى بالفرقة يقوم احد شعراء بإلقاء أحد الأهازيج وما يسمى بالنقادي، وهذا الشعر يعتبر شعر تحفيزي للقتال والحروب، اللي يخلي الخيل تزيد في الحمان تاعها والتغضاب، بل الخيل تشحن للحروب وما تهابش. كي يلحق النص من العبد ينهض الشاف علفة اللي هو يجي متمركز في وسط الفرقة على النقلة وما يسمى بالتغضاب، هي طريقة لا يطلق فيها الحصان إلى العنان ولا يمسك به إلى السير. عند نهاية الملعب يلغى الشاف بحافظ الله أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء، ثم نعود إلى الشوط الثاني وهو نفس الطريقة لكن معاكسة إلى بداية المشوار. كي يلحقوا للتالي تاع المشوار يلفتوا الخيل ويخلي الخيل حامية، ما دام هكا نقولوا احنا
كي ينوضوها وتغضبت مليح راهم بيشحونا عباها تفز. ينوض الشاف ولازم الخيل تروح متراسة كما يقول صراع أو راس واحد. وهذا لي استعملت هذه الطريقة لإرهاب العدو. يعني كي يشوف الشاف العلفة باللي تسقدت وراس راع وعد ينهض على المكاحل. أي تحضير للقرص. عندما ينهض على كما يقول هو مكاحل توضع البندقية في الصدر بهذه الطريقة. ثم ينهض على القرص. كي ينهض على القرص لازم تلقى قاع يقرصوا مع بعض باه تجي مريقله كيما نقولوا حنايا. يقول الشاعر قولوا كي نركبنا وخاوتي نهزم الاقوار على عياد مشهرين والبوس الغالي وزويشتين يلعطوا على راس المشوار كذا من حساد شربت العلالي. هذا الشعر يستعمل في تحفيز الخياله وحتى الحصان حتى العود كي يسمع هذا النوع من الشعر او النقادي هذا يعرف لان العود متواصل هو والفارس تاعه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل عليك في مقامك نبدا يا وزين العبادي في المولى سلطان البلاد هاك انت ابويا هاك انت سيدي هاك انت اللي غطيتني بجناحك رباني. الحاج طيب اللي هو من منظمين تفضل صور من المنظمين تاع العلفة الدحموني هو وسي سعد عبد القادر الميقري المكنى بالميقري وهو من هو اللي راه يجيب لنا السلعه تاع السروج ويجيب لنا يجيب لنا الصوالح تاع الخيل هذو. سري احمد عضو وفارس بفرسان حمد عبد الهادي الشيخ كريش توافز وعدنا سفيان سي سفيان رزقي اللي هو يصنع السروج صانع حرفي وفارس وعدنا سي قرموزي هارا مليه. تفضل سي قرموزي هنا. عدنا قرموزي ميمون فارس وعدنا العربي شعيب وعدنا شعيب دحمان ما يلقب ب بوشيابير جراح الخيل وعدنا كاذب الديار والله يحفظ لنا الفرسان هذو اللي راهم يتبعوا فينا ونشكروا سي عبد الجليل اللي راه منسق معاكم وينظم في العلف الله يحفظه. يا الازرق عاد كبير ما لاقاش بيا في الخطره وخاطري متونس بيه تدبير مثلتك في القسمة وفي العديد ويمثل الله الوحيد هو اللي يعطيه ولا يديه. اخويا راهي اللي قال لي